لو استدعوك لك الجلسة الفنية مع راشد الغنوشي وشيخة مدينة تونس، الجلسة الفنية نوال غشام وردة الغضبان وغير، كنت تمشي؟ سيغسين نمشي وتغني، سيغسين نمشي ونغني. أينما مدى الحياة ما نصوتش للنهضة، ما يعيطولي غدوة يقولوا لي راني عندنا حملة انتخابية، يدي بطاقة التعريف متاعي موجود فيها مؤلف وملحن ومغني بخلاف الشهيد الآخرين اللي في بطاقة التعريف ما تهزهمش بالانفورماتيك بالسينيماتوغرافيك أما أنا اختصاصي تو كلام ولحن وأغنية. هنا مهنتي هذيك الاحتراف، ما معنى الاحتراف؟ أن تكون محترفا ليس أن تكون مبدعا، الاحتراف هو التفرغ للشيء، التفرغ للشيء. يعني أنا وقت تكتب لي محترف فنان راني يلزمني أتقاضى أجرا، وأنا وظيفتي باش نغني. النهضة في الأخر توانسة، النداء توانسة، عيش تونسي توانسة، مستقل مرشح للانتخابات التشريعية التونسي. خلينا نرجع، رانا هذا الكل في إطار شكارة وسكر عليها، وأما تكتب عليها نحن في عرس ديمقراطي اللي ما كناش نحلموا به، والعرس ما يجي كان بالزغاريط وبالزازة وبالحفلة وبالغناء فهمت؟ يعني أنا كغنيت اعتبارا مني بأن في 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 قلب الفرحة، مانيش جاي نسند فيك كحزب، أنا جاي نعمل لك في أنيماسيون باش تسوق لحزبك، لكن أنا في داخلي جاي باش نخلص كمحترف، محترف.